برحب بحضراتكم مرة أخيرة مشاهدينا، وده معادنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة. وزي ما قلنا في مقدمة الحلقة هنتكلم فيها عن موضوع بهم كتير من الأباء والأمهات، هي فكرة بعد الأجازة إزاي نأهل ولادنا للمدارس وما يكونش فيه كسل، إزاي يعرفوا يذاكروا أو ينظموا وقتهم. ده موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم فيه مع ضيفتنا اللي معانا عبر ماسنجر، دكتور إيمان الرئيس، مستشارة تربوية ونفسية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. صباح النور، اهلا بحضرتك يا دكتور معانا. اهلا وسهلا، اهلا بيك. يعني بدايه زي ما قلت كده انه الولاد محتاجين يتاهلوا نفسيا وكمان الاباء والامهات، يعني فكره ان احنا نكون الدنيا ما فيش، يعني بنلعب وبنخرج وما فيش التزامات، وبعد كده نرجع لفكره مذاكره والتزام، ازاي نقدر ناهل ولادنا لان احنا بننتقل لمرحله تانية. تمام، هو كل سنة وانتوا طيبين. طبعا الترم التاني خلاص ابتدى، وتأهيل الولاد يعني هو يعتبر ما خدوش أجازة كبيرة فلسه مستمرين. أهم حاجة أنا عندي ثلاث مراحل التأهيل: التأهيل البدني، التأهيل النفسي، والتأهيل الاجتماعي. التأهيل النفسي للطفل إن أنا بهيئه نفسيا إن في دراسة، بس مش همنعك من لعب ولا من فسح ولا من الخروج ولا من الايام بتاعتك اللي انت كنت بتقضي فيها اوقات مبسوط منها. عشان كده النظام بيبقى مهم جدا. ليه الاطفال بتتضايق منا؟ ان احنا بنقول له الدراسه جايه، خلي بالك مش هيبقى فيه نادي، مش هيبقى فيه لعب. لا، النظام حلو عشان الولد ما ينفرش من الدراسه ويبتدي يبقى عنده صوره ذهنيه ان الدراسه دي حاجه وحشه جدا، وان هي بتبعده عن الحاجات اللي هو بيحبها. يبقى التاهيل النفسي انت كل حاجه هتعملها، بس هتعملها بنظام وبترتيب، وتعملها بالطريقة اللي مناسبة ليك وفي الوقت المناسب، وابتدي أعمل له جدول. ده التأهيل النفسي. التأهيل البدني إن أنا بقى أبتدي أأكله أكل صحي، أنيمه 8 ساعات 9 ساعات عشان يقدر يركز ويقدر يستوعب ويقدر يقدر إن هو يتواصل مع المدرسة وزمايله والمدرسين، ما يبقاش حاسس إن هو متضايق ومتكتف وبيروح ينام. كتير جدا بنلاقي مشاكل للولاد داخل الفصول ان بيجي ينام على الديسك. ليه؟ اصل انا ما نمتش كويس. كتير بيجي معهوش اكل مثلا. ليه؟ اصل انا ماما نسيت تعمل لي سندوتشات، ومثلا هجيب من الكانتين او هاكل اي حاجات حلوه ممكن تاذيه هو جسديا وتاذيه عقليا كمان. فبالتالي النقط دي مهمه جدا. اجتماعيا بقى، احنا كاسره لو مثلا كبابا وماما بنخرج وبنتفسح وبنجيب اكل من بره، لازم كل الحاجات دي تكون منظمه وتكون مرتبه للاطفال، والسيستم اللي بنمشي عليه لازم نمشي عليه كلنا احتراما للولاد في المدرسه. وغالبا لما بنقول سيستم الدراسه وسيستم المذاكره هو ما بيضايقش، على فكره هي حاجه صحيه جدا ان يناموا كويس وان ياكلوا كويس وان ينظموا وقتهم، حاجات مطلوبه منا احنا كمان ككبار. يعني بس مش الولاد الصغيره. فلما صحيح. الولاد بتشوفنا احنا كأب وام بنعمل الخطوات دي، هم بيعملوها عادي، لا ده سيستم حياه. فبالتالي مهم جدا ان احنا ننظمهم في الثلاث امور دول. ومهم جدا بالنسبه لي الترفيه والتحفيز، حاجه مهمه جدا. يعني ايه ترفيه وتحفيز؟ يعني انا لما ابني يعمل حاجه كويسه لازم يكون عارف ان هو هيتكافئ في مكافاه كويسه. بس مش في كل حاجه. صحيح، دي بقى النقطه. هيبقى يعني ممكن نفهمها للمشاهدين، مش الواجب عليه هيتحفز عليه. بمعنى ايه؟ في حاجات اساسيه لازم يروق سريره، لازم يحط هدومك، مش ده مش هيتحفز عليها. لكن لو عمل اكسترا هومورك، لو جاب درجات احنا متوقعين مثلا يجيب درجه يعني مثلا 70%، جاب مثلا 90، فبالتالي لا، هو عمل اكسترا مجهود، فلازم يتكافئ على المجهود الزياده بتاعه. ودايما بحب مكافاه الاطفال بالذات تكون حاجات فيها احاسيس ومشاعر، يعني حضن، يعني طبطبه، يعني تشجيع، بالتشجيع لفظي بالكلمات. بنيجي في المكافآت المادية تبقى حاجات مادية بسيطة يستفيد برضو بها الطفل. صحيح.